حياكم الله. المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب، والمرأة العاقلة تضع السكر في كل ما تقوله للرجل وتنزع الملح من كل ما يقوله لها. مقولة رائعة لجبران خليل جبران. مساء الخير وأهلا بكل مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم سيدتي، مباشرة على روتانا خليجية. موضوع قضيتنا لليوم هو ملف شائك عن عمل المرأة السعودية بالمطاعم. قبل أن ندخل في تفاصيل أكثر لحلقتنا، حابة أمسي على زميلاتي خلود في جدة ورنيم في الرياض. مساء الخير. يسعد مساكي يا هبة، ومساء مشاهدي الكرام بشكل عام، روتانا خليجية وسيدتي بشكل خاص، حياكم الله بحلقة جديدة مباشرة من برنامجكم سيدتي. أحييكم أنا من جدة وزميلاتي في الإمارات والرياض. وموضوعنا اليوم من جدة موضوع صحي، وهو عن فقدان الذاكرة. حنتكلم عنه أكثر، لكن خليني أروح أمسي على الزميلة رنيم القبش بالرياض. يسعد مساكي يا رنيم. شكرا خلود، مساء الخير ليكي طبعا ومشاهدينا الكرام. واليوم من الرياض معنا المخرج محمد الغزين. مشاهدينا الان نرجع مره ثانيه لابو ظبي مع هبه واستعراض لبقيه فقرات سيدتي لليوم. لك هبه. مشاهدينا طبعا نحب انكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل اللي بتظهر امامكم على الشاشه، وكمان تقدروا تتابعوا حلقتنا مباشره على الانترنت عبر موقع روتانا خليجيه. والان حنتعرف على باقي فقرات حلقه اليوم. سيدتي اليوم، هل ستدخل المرأة السعودية مضمار العمل في المطاعم؟ الإجهاد والتوتر وراء فقدان الذاكرة في مجتمعاتنا. مبادرة تهدف إلى دعم مؤسسة تعنى بفاقدي البصر. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي دوت نت. نتابع حلقتنا مع أخبارنا لليوم من الصحافة السعودية. غمرة وطن، أول احتفال خاص للمرأة باليوم الوطني السعودي. تحتضن مدينة جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي أول احتفال خاص بالمرأة تحت شعار غمرة وطن، ويتضمن الاحتفال مسابقات ثقافية وطنية وجوائز قيمة وفنونا تراثية بإيقاعات تنفذها السيدات. كما يتخلل برنامج الاحتفال فيلم يعرض لأول مرة يحكي إنجازات المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، أنتجته دارة الملك عبد العزيز بعدة لغات. خبرنا الثاني عنوانه مدارس أهلية توقف النشاط الرياضي للفتيات والتربية، قرار ممارسة الرياضة يسري على جميع الملاك. علمت الشرق من مصادرها أن بعض المدارس الأهلية أوقفت رياضة الفتيات وسحبت الأجهزة الرياضية المخصصة لممارستها من ملاعب كرة السلة وكرة القدم منذ بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، وكانت وزارة التربية والتعليم ألزمت المدارس بتنفيذ القرار بإنشاء ملاعب وتجهيزها وتنفيذ حصص للرياضة، واستندت في قرارها على فتوى للمفتي الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يجيز فيها الرياضة النسائية في مدارس البنات وفقا لضوابط شرعية تشدد على احتشام المرأة وعدم مخالطتها للرجال. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني للشرق أنه لا صحة للشائعات المتداولة حول إيقاف ممارسة الرياضة في المدارس الأهلية، وقال القرار ما زال ساريا في جميع المدارس الخاصة دون استثناءات. وفي خبر متصل، إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق رياضة السباحة بالمدارس. تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق رياضة السباحة داخل المدارس بكافة مراحلها خلال الفترة المقبلة، حيث تبدأ التجربة بمدارس المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض، وذلك للإسهام في تغيير طباع الطلاب. وكشف مدير برنامج تطوير الرياضة المدرسية في شركة تطوير للخدمات التعليمية المأمون الشنقيطي في حديث لصحيفة الحياة اللندنية أن المرحلة الأولى تركز على تطبيق البرنامج في منطقة واحدة في المملكة، ومن ثم تحليل نتائجها والبدء في التوسع في المرحلتين الثانية والثالثة في المناطق كافة بحسب الموازنة المخصصة. وأشار الشنقيطي إلى أن الاتحاد السعودي للسباحة سيتولى عملية تدريب المعلمين ومنح اعتماد التدريب. أخبارنا اليوم كلها أخبار حلوة،
وردي على قولتهم. الخبر الأول طبعا موضوع غمرة وطن، يعني هذه خطوة مهمة جدا، يعني المرأة جزء مهم من الاحتفالية باليوم الوطني عندنا السعودي. طبعا اليوم من أجمل الأيام في السنة، لأنه الواحد بيعبر عن محبته لوطنه، بيصير يتابع البرامج أكثر على الشاشة اللي بتتكلم عن السعودية، بيكون في تسليط ضوء على الشخصيات المهمة في المجتمع السعودي. فهذه خطوة جميلة ومهمة إنها تكون، وكمان الجميل إنه المرأة السعودية تشارك فيها، وإن شاء الله يعني نخصص لها مساحة في برنامجنا ونحتفل فيها بطريقة مختلفة. أما بالنسبة لموضوع الرياضة، يعني اليوم احنا حابين نشكر طبعا وزارة التربية والتعليم، لانه فكرة انه الرياضة تكون موجودة في المدارس شيء مهم. احنا زي ما قلت امس ما عندنا اي توجه ضد اي وزارة، لكن الواحد لازم يعني على كل جهة انها تقوم بعملها. لما يكون في اي تقصير او اي خلل الناس حتتضايق، والاعلام حيتكلم عن الموضوع ده. فخطوة مشكورة انه فعلا يركزوا على الرياضة، وتحديدا على موضوع السباحة في المدارس. بس ليش المدارس الاهلية؟ هذا السؤال. المدارس ليش وقفوا الرياضات من نسبة كبيرة من المدارس؟ الرياضة شيء مهم جدا للطلاب وللطالبات، الاثنين على حد سواء. يعني السيدات كلهم بيروحوا النوادي، ونوادي منفصلة ومنعزلة عن الرجل، وكمان المدارس الفتيات لوحدهم والشباب لوحدهم، فليه ما يكون في رياضة؟ بعدين نقول ليش زوجاتنا عندهم سمنة، وليش عندنا زيادة وزن، وليش في سكر، وليش في ضغط؟ لأنه ما في رياضة. والطقس عندنا في الخليج وفي السعودية تحديدا حار، فالواحد ما يقدر يطلع يمشي في الشارع، يعني كمان مع الحرارة، وكمان أنه صعب شوية خروج المرأة أنها تمشي في الشارع بشكل دائم. فأضبط مكان وأفضل مكان لها النادي والرياضة. وإذا ما تعودت المرأة من صغرها على الرياضة، لما تكبر حيكون صعب أنها تكتسب هذه العادة. يعني أنا والدتي الله يحفظها من وأنا صغيرة دائما توصينا على الرياضة، ولازم الواحد يروح على النادي، مش بس عشان الرشاقة، عشان الصحة وعشان الاسترس يطلع من الشخص عن طريق الرياضة. فياريت هذه المدارس ترجع الرياضة، وياريت الناس المعارضة للرياضة، اللي أنا ما أعرف على أي أساس معتمدين على معارضتهم، لأنه لا في شيء دينيا بيحرم الرياضة، وتحديدا إذا في مكان مغلق وما في رجال يعني زي المدارس. فالمفروض أن يكون في تشجيع من الكل على ممارسة الرياضة، وما يكون في محاربة لها، لأنه ما أعتقد في أي نوع من الفساد أو أي نوع من المشاكل ممكن يجي من وراء الرياضة، تحديدا إذا كانت في أماكن يعني مغلقة للمرأة فقط. الآن حننتقل لأخبارنا المنوعة، وفيها خبر المصور أنتوني سيرنيليو، نتابع. خبر عن مصور مبدع يظهر لنا صورة فتاة تشيخ في حوالي 4 دقائق. أطلق على الفيديو اسم دانيال، وعمل على تصويره المبدع أنتوني سيرنيلو عن طريق تصوير أفراد عائلة دانيال من مختلف الأجيال في نفس الوضعية ونفس الوقت، ودمجها معا باستخدام تقنية التايم لابس. يعني حلو أنه عادة الكاميرات مع الفوتوشوب بتحاول تصغر الأشخاص وتخفي علامات العمر، بس الحلو في الفكرة هذه أنه هو بيحاول يبين المرأة كيف حتكون بعد كم سنة حسب أهلها، كيف لما كبروا في الصور، يعني يرجع للعائلة والأجداد ويشوف كيف كبروا في صورهم وصاروا، عشان يتوقع كيف هي حتكون. بس أنا أعتقد أنه هذه يعني حتختلف من شخص لشخص، أنه في ناس بيحافظوا على نفسهم سواء بالرياضة، بالأكل الصحي، بالنوم لساعات يعني مقبولة، وفي ناس وكمان أنهم يشيلوا هم كتير أو يحاولوا يطلعوا الاسترس قد ما يقدروا من حياتهم، بينما في ناس عايشة دائما تحت ضغط، ظروفها صعبة، وفي حاجات كتير ما هي متوفرة لها، فما أتوقع أنه حيطلعوا بنفس الشكل. وأتوقع كمان السيدات اللي بيحبوا عمليات التجميل، وللأسف بعضهم صاير أو نسبة كبيرة منهم صايرين بيشبهوا بعض، يعني فصايرين زي الأخوات، مش عارفة كيف حيطلعوا، يعني حيكون أسهل له أنه يطلع لهم الصور، لأنه حيكون شكلهم متطابق، ما حيبين عليهم العمر، ما حيبين عليهم التجاعيد. حلو الواحد يبين عليه العمر شوية، يعني يحس الشخص بالفرق شوية، مش ضروري نكون كلنا بنات العشرينات وما نكبر. صحيح أنا لسه في العشرين، بس أنه لما نكبر شوية ححب أنه ما أكون بنفس الفئة العمرية بعينا. طيب خلينا ننتقل الآن من الأخبار العالمية إلى أخبار المشاهير، وفيها تمثال للفنان عبد الله بلخير، والفنانة ديانا حداد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة سلامة قلبها، نتابع. فنان شامل بمنهجه الغنائي الذي اتبعه لفت إليه الأنظار، بضحكته وروحه المرحة ولباسه الاستثنائي استقطب إليه الجمهور. عشقه للفن والحياة جعله يتمتع بهوية خاصة، وبكليباته والفوازير تألق. إنه ومن غيره
الفنان عبدالله بالخير الذي لفت هذه المرة نظر الفنان الهولندي المصري طارق صدومة، فقرر وبالتعاون معه أن يصمم له تمثال. شكله شيخ وشكله يعني خليجي، وفي نفس الوقت فيه فرفشة وفيه ضحكة وفيه حاجة يعني رسالة إيجابية جدا. ففي الحاجات دي مع بعض حسسني أنه هو شخصية مهمة، وبي أنا أقدر أعبر عن الخليج ووضع الخليج الحالية. معرض صدومة في بيروت يعتبر أحد أهم الأحداث الفنية هذه السنة، ومن بين الشخصيات المشهورة التي يقدمها إلى جانب نجم الخليج عبدالله بالخير الإعلامية نضال الأحمدية، الدكتورة هراتش ستغبازاريان أفضل جراح تجميل في لبنان لعام 2013، وملك الناصر فنانة أردنية. النضال في العالم من أقوى الستات، كتير واخدة بالها من شكلها، في نفس الوقت ذكية جدا، وده كمان بيبان في الفيلم قد ايه هي بتفهم، قد ايه مركزة مع وضعة الست، حقوق الست، وفي نفس الوقت هي أنثى وتهب تبقى ست جميلة وبتلبس. فالحاجتين دول انا ما لقيتهاش في ناس كتيرة. عجبني بطارق اكتر شيء لما عمل اول شيء اجا حكي مع كذا حكمة وقعد معه واختار الشخص اللي هو اكتر شيء مرتاح، وهيدا بيساعده كتير، لأن هو بالنهاية مش عم يقدم تجارة، عم يقدم فن، وتعرف الفن كله ذوق ولازم يكون شخص يعني لك. حلو الموضوع أنه نعمل تمثال، وبصراحة يعني هيك إشي الواحد يحس أنه متقدر بإشي كتير كويس، إحساس حلو يعني، مش أنه واحد يتعمله تمثال. كما وسيكون لهذا المشروع تكملة وثائقية. المنتج الحكومة الهولندية وهم اختاروني كفنان مهم، هم شايفين الموضوع اللي عندي وموضوع الشرق الأوسط دلوقتي من أهم مواضيع في فن التشكيلي. فجالي مخرج عمل برضو أول فيلم لفنان صيني اسمه أي واي واي، ده فنان مهم جدا، فشرف كبير قوي إن أنا بتعمل لي فيلم هينزل في نوفمبر، ومتجمع فيها كل الشخصيات اللي أنا عملها تماثيل. من بيروت إلى دبي ننتقل مع الفنانة ديانا حداد التي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة نتيجة ألم حادة في الكولون، ما أدى إلى إجرائها لعملية جراحية طبية بسيطة نصحها الطبيب المعالج بإجرائها في أسرع وقت خوفا من تفاقم الألم عليها، وتخضع ديانا حاليا للعلاج المتبع بعد العملية الجراحية. ولكل محبيها ومتتبعيها تطمئن الفنانة ديانا جمهورها بأنها تتمتع بصحة جيدة بعد العملية، وأنها ستخرج خلال اليومين القادمين من المستشفى، شاكرة كل من سأل واطمأن عليها من الفنانين والفنانات وأهل الصحافة والإعلام في جميع الدول العربية. يعني فكرة التمثال، فعلا الفنان عبدالله بالخير شخصية مثيرة للجدل نوعا ما في طريقة لبسه وستايله حتى تعليقاته، ما شاء الله الحلو فيه، بس يعني أكتر شيء مش الحلو بس، يعني الحلو أنه دائما مبتسم يعني، وتعليقاته ولما يكون في لجنة تحكيم لأي مسابقة بتكون يعني بيكون يشد الانتباه للكلام اللي بيقوله، فحلو أنه الفكرة تعمله تمثال. وكمان نضال الأحمدية شخصية برضو مثيرة للجدل. بالنسبة للفنانة ديانا حداد يعني سلامة قلبها، أنا صراحة قابلتها قبل كده على الطبيعة، إنسانة في منتهى التواضع والداون تو إيرث، يعني ما هي شخصية، في بعض الفنانات لها وجهين يعني تشوفها على الشاشة أو تنشاف على الشاشة بشكل وعلى الطبيعة شكل تاني، فكانت جدا لطيفة، فإن شاء الله ما تشوف شر وإن شاء الله الفانز يعني يطمنوا عليها. إحنا الآن حننتقل لفاصل وحنرجع من بعده لتكملة فقرات سيدتي ومواضيعنا المهمة اليوم، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك.
سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.